شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي لتنمية رانيا المشاط في الجلسة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. جاءت مشاركة الوزيرة تحت عنوان تعزيز التحالفات الاستراتيجية الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية وقمة المستقبل بنيويورك. أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن موافقة الرئيس السيسي على الدراسة المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في مارس من عام 2021. وأوضحت الوزيرة العودة بأحكام قانون البناء رقم 119 والعمل بها وهذا القانون لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء. وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع وفد بنك أبوظبي الأول مصر برئاسة محمد فايد الرئيس التنفيذي للبنك، حيث بحث اللقاء إمكانيات الاستفادة من خدمات البنك في الترويج لفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية في الأسواق العالمية. وأشار الخطيب خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من المتغيرات الحالية التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في توطين المزيد من الصناعات في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما وأن السوق المصرية تمثل محوراً رئيسياً لأسواق دول قارتي أفريقيا وأوروبا. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول على أن البنك يمثل نافذة رئيسية للاستثمارات الإماراتية سوق المصرية، مشيرا إلى حرص البنك على زيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع عفد شركة للاستثمارات، حيث تناول اللقاء التعريف بالشركة واستثماراتها الحالية بالسوق المصرية وخططها للتوسع في تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة. واستعرض اللقاء التوجهات الحالية للشركة لإقامة مشروعات صناعية في مجالات البتروكيماويات والتعدين في مصر، حيث قطعت الشركة شوطا كبيرا في إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بالاستعانة بأكبر الشركات الاستثمارية الدولية. التقى وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي وفدا من مجموعة البنك الدولي بحضور إدوارد ماونتفيلد نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية لبحث تعزيز التعاون المشترك. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيني وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة. وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ببدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية. يأتي ذلك بينما تم توقيع مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ووزارة التموين لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية. تهدف المبادرة لطرح الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار مخفضة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من ليبيا ودول أخرى في تحالف أوبك بلس في مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد للنفط. أما على صعيد التداولات فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 39% ليصل إلى 71.32 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة
27% ليصل إلى 67.49 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.7% لتصل إلى $2.12 للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.82% لتسجل $2.08 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت بورصة الأسهم في الإمارات رغم إجراءات التحفيز الكبيرة التي اتخذتها الصين، وذلك وسط استمرار تأثر معنويات المستثمرين بضعف أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر دبي 0.1% بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب. وتتجه أسعار النفط وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج لتسجيل خسائر أسبوعية كبيرة وسط أنباء عن استعداد السعودية للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر 100 دولار لبرميل النفط الخام في إطار تأهبها لزيادة الإنتاج. ارتفع انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس، مما يشير إلى استمرار متانة الاقتصاد في الربع الثالث، بينما تستمر ضغوط التضخم في التراجع. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي زاد بنسبة 2.2% الشهر الماضي بعد صعوده 0.5% في يوليو. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لكندا أن معاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا هي اتفاقية جيدة للغاية ستعتمد في نهاية المطاف. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المعاهدة التي تلغي بشكل خاص الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المتداولة بين الاتحاد الأوروبي وكندا تعرضت لانتقادات شديدة، لا سيما من قبل المزارعين الفرنسيين. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة ورجائي إليكم. شكرا لك ليلى.